من برلين ينضم إلينا عبر خدمة سكايب محمد الخفاجي الكاتب الصحفي. سيد محمد، ما وقع الإعلان عن وضع أنجلا ميركل في الحجر الصحي داخل المجتمع الألماني؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين. بالنسبة للسيدة ميركل، طبعا هي خضعت للحجر المنزلي الطوعي الاحترازي، لأنها لم تثبت طبعا لحد الآن إصابتها بالفيروس، إنما مجرد من باب الاحتراز، لأنها كانت قد التقت بطبيب وقد ثبت فيما بعد أن هذا الطبيب مصاب بفيروس كورونا. ولذلك كان هنالك، طبعا هي كانت هنا اليوم قدمت بعد الاجتماع الذي عقدته بشكل هاتفي مع رؤساء الولايات، وقدمت مؤتمر صحفي أعلن فيه نتائج الاجتماع وطبعا الإجراءات الجديدة المشددة، وبعد ذلك تم الإعلان أنها ستخضع إلى حجر منزلي احترازي طوعي طبعا، وستلغي جميع مواعيدها، لأن الطبيب الذي التقت فيه يوم الجمعة تأكد أنه كان مصابا بفيروس كورونا. نعم. وهذا الإعلان هو الذي يعني خرج الإعلام لحد الآن. ما حجم الاستعدادات داخل ألمانيا لمواجهة هذا الفيروس، خاصة وأننا نتابع بأن دول أوروبية تطلب المساعدات أو تقدم إليها المساعدات؟ طبعا إلى الآن الوضع في ألمانيا نستطيع أن نقول إلى حد ما مسيطر عليه، وهنالك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية، ومن ضمنها طبعا طلب شراء ما يقارب 50,000 جهاز جديد للتنفس الذي طلبته الحكومة الألمانية لتوزيع على المستشفيات. وإضافة إلى ذلك، هو بحد ذاته المستشفيات إلى الآن استعداداتها جيدة، وكان هنالك الكثير من الإصابات، إلا أنه هنالك استيعاب يكفي في المستشفيات. طبعا ما الإجراءات المتخذة الجديدة في الحد من انتشار هذا الفيروس هي لأجل أن يكون هنالك قدرة استيعابية أكبر في المستشفيات، وهذه المسألة نراها بوضوح طبعا في باقي الدول الأوروبية، لكن في ألمانيا الآن الحمد لله لم يكن هنالك حالات وفيات كبيرة، لم نتجاوز لحد الآن أكثر من 91 حالة وفاة، ولأن المستشفيات ما زالت فيها قدرة استيعابية. سيد محمد، مع حجم التأثر في الاقتصاد الألماني حتى الآن؟ طبعا بشكل كبير. الشركات الآن هنالك اجتماع طبعا سيعقد يوم الاثنين، اجتماع اقتصادي للحكومة الألمانية لتعيين مسألة التعويضات. هنالك مبلغ رصد في حدود 500 مليار يورو رصدتها الحكومة المركزية لتعويض الشركات ولدعم الاقتصاد، لأن هنالك الكثير من الشركات ستتأثر بالتأكيد في هذا الإغلاق العام الذي حصل، وأيضا ستتأثر الكثير من الوظائف. فمن أجل منع أن يكون هنالك طبعا يعني زيادة في عدد البطالة، سيكون هنالك دعم خاص سيقدم للشركات الخاصة. سيكون هنالك طبعا في البداية أعلن أنه لن يتم الاستقطاعات الضريبية و مسألة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي التي تستقطع شهريا من العمال وتدفع قسم منها العمال والموظفون والشركات، فهذه المسألة لم تستقطع هذا الشهر. وهناك الكثير من الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الحكومة، لكن بلا شك سيكون هناك تأثير اقتصادي كبير على الوضع الاقتصادي وعلى الشركات، بالذات الشركات الصغيرة. طبعا سيد محمد الخفاجي الكاتب الصحفي، كنت معنا من برلين، شكرا لك.